السلام عليكم خواتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد، ولكن قبل بدايته لا تنسوا الصلاه على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه والسلام. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، ولدي من خلال راح نشارك معكم الاسماء اللي استدعاها المدرب المنتخب الوطني الجزائري جمال بلماضي للمباراتين الوديتين القادمتين امام منتخب الراس الاخضر وكذلك منتخب مصر. في هذه القائمه اعزائي الكرام عندنا العديد من الغيابات، راح نشارك معكم ما هي الغيابات وسبب الغياب، اضافه الى اللاعبين الجدد والمفاجات التي حملتها قائمه المنتخب الوطني الجزائري. وللأمانة كاينين بعض المفاجآت، ولكن ليس بقدر المفاجآت اللي كان ينتظرها الجمهور الجزائري. إذا كل التفاصيل راح تعرفوها إن شاء الله في هذا الفيديو، فابقوا معنا. وإذا كنتم تشاهدون للمرة الأولى رجاء لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات، ولا تنسوا متابعتنا عبر حساباتنا السوشيال ميديا انستغرام الظاهر أمامكم. بدون إطالة أعزائي الكرام ندخل مباشرة إلى صلب الموضوع ونبدأ بالثلاثي الخاص بحراسة المرمى. عندنا أنثوني مانديريا لاعب نادي كون الفرنسي، إضافة إلى مصطفى زغبة لاعب نادي ضمك السعودي اللي قدم مستويات كبيرة في الآونة الأخيرة، إضافة إلى بن بوط لاعب نادي ليازما. طبعا هذا الثلاثي كان متوقع بشكل كبير جدا بنسبة 99% راح يكون في قائمة المنتخب الوطني الجزائري، لأنه حاليا هذو هما الأكثر جاهزية يعني للمنتخب الوطني الجزائري. حاليا نذهب إلى خط الدفاع. خط الدفاع عندنا يوسف عطال لاعب نادي نيس الفرنسي، كذلك كيفن جيتون لاعب نادي ميدز، عندنا أيضا ريان أيتنوري لاعب نادي وولفرهامبتون، ايضا عندنا لوسيف لاعب نادي ايفردون سبورت، كذلك عيسى ماندي لاعب نادي فياريال، محمد الامين توغاي لاعب نادي الترجي، رامي بن سبعيني لاعب بروسيا دورتموند، كذلك احمد طوبه لاعب نادي ليتشي الايطالي. فهذه الاسماء اللي بالماضي استدعاها في خط الدفاع. وطبعا اعزائي الكرام على بالي باللي انه يعني راه كاين لاعب ناقص، وراني متاكد باللي انه راكم تخمموا فيه، ولكن انتظروا حتى نكمل باقي الاسماء ومن بعد نعود الى هذه النقاط. عندنا حاليا خط الوسط. خط الوسط عندنا رامز زروقي لاعب نادي فينورد الذي يعني رد على جميع الجماهير التي كانت تنتقد هذا اللاعب في المباراة اللي جمعت بين نادي فينورد فريقه اعزائي الكرام امام نادي يعني اتلتيكو مدريد، قدم واحد من افضل المستويات نتاعو، وطبعا عودته كانت منطقية بالنسبة لي، اما بالنسبة لكم اذا ما كانتش منطقية اكتبوه لنا في صندوق التعليقات. كذلك عندنا سفيان فيغولي لليوم ايضا كان كلاعب اساسي مع ناديه اعزائي الكرام في البطولة التركية وتحصل على تنقيط جيد 7.6 من ضمن 10. كذلك عندنا حسام عوار لاعب نادي روما الايطالي، فارس شايبي لاعب نادي اينتراخت فرانكفورت، كذلك عندنا ادم زرقان لاعب نادي شارلوروا الذي عاد الى قائمه المنتخب الوطني الجزائري، عندنا ايضا عبد القهار قادري لاعب نادي كورتري، كذلك هشام بوداوي لاعب نادي نيس الفرنسي. وطبعا دائما وابدا عندنا غيابات في خط الوسط، من ابرزها حماد عبد اللي. راح نتطرق اعزائي الكرام الى النقاط هادو يعني بعد قليل. نروح حاليا الى الخط الهجومي. الخط الهجومي عندنا رياض محرز لاعب نادي الاهلي السعودي اللي قدم مستوى كبير اليوم في ديربي الاهلي امام نادي الاتحاد، عندنا كذلك سعيد بن رحمه لاعب نادي ويست هام يونايتد والذي قدم مستويات راقيه في الاونه الاخيره، كذلك عندنا محمد الامين عموره لاعب نادي اونيون الذي قدم ايضا مستوى يعني رهيب جدا هو الاخر، يعني كامل هؤلاء اللاعبين راهم متالقين اعزائي الكرام. كذلك عندنا اللاعب والوافد الجديد في يعني الخط الهجومي امين غويري لاعب نادي ستاد رين الفرنسي، اضافه الى بدر الدين بوعناني لاعب نادي نيس الفرنسي، وكذلك اللاعب الجديد عندنا بشير بلومي ابن الاسطوره الاخضر بلومي متواجد في قائمة الكوتش جمال بلماضي لأول مرة لاعبا للمنتخب الوطني الجزائري الأول، إضافة إلى لاعب نادي كورتيبا في البطولة البرازيلية إسلام سليماني. فالأسماء اللي استدعاها بالماضي هذو هما أعزائي الكرام مانديريا، زغبا، بنبوت، كذلك عطال، جيتون، ريان أيتنوري، لوصيف، ماندي، توغاي، بن سبعيني، طوبة، كذلك أيضا عندنا زروقي، فيغولي، عوار، شعيبي، زرقان، قادري، بوداوي، محرز، بن رحمة، عمورة، غويري، بوعناني، وكذلك بلومي وسليماني. يعني فاللاعبين الجدد في قائمة المنتخب الوطني الجزائري بعيدا عن اللاعبين الذين عادوا مؤخرا عندنا كل من أمين غويري وبشير بلومي ابن الأسطورة يعني الأخضر بلومي، عندنا زوج لاعبين فقط جدد في قائمة المنتخب الوطني الجزائري. أما بالنسبة للغيابات راح نتكلموا عن الغيابات والسبب الغياب، كذلك عن غياب بعض اللاعبين اللي كنا ننتظروهم أنه راح يكونوا في قائمة المنتخب الوطني الجزائري.
ابرز الغيابات اعزائي الكرام وابرز اللاعبين اللي كنا ننتظرهم انه راح يكونوا جديد قائمه المنتخب الوطني الجزائري، ياسر العروسي. ياسر العروسي غير الجنسيه الفرنسيه نتاعو الى الجزائريه ومثل المنتخب الوطني الجزائري واعلن في مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنه غير متواجد في قائمه المنتخب الوطني الجزائري. انا بالنسبه لي كمناصر كان ماذا بينا نشوفوا هذا اللاعب باه نجربوه في هاتين المباراتين، ولكن اللاعب يعني ممكن تعرض الى اصابه في الفتره الاخيره، يعني كان كونتاكت بين بالماضي وبين الانديه الخاصه بهؤلاء اللاعبين، ممكن انه ما راحش يكون متاح لهاتين المباراتين. طبعا هذه الاشياء راح نتعرفوا عليها في قائمه في عفوا في الندوه الصحفيه الخاصه بالكوتش جمال بالماضي، ولكن انا كنت مفضل انه ياسر العروسي يتواجد معنا في هذه القائمه كجديد للمنتخب الوطني الجزائري. بالنسبة للاعبين الآخرين اللي متغيبين، عندنا رئيس وهاب بولحي الذي تعاقد مع أحد الأندية هنا في البطولة الوطنية، جوان حجام الذي هو أيضا عزيزي الكرام راه بعيد كل البعد عن المنافسة، هذان اللاعبان تغيبان كل من رئيس وهاب بولحي وجوان حجام بسبب المنافسة. مهدي ليريس أنا ما فهمتش عزيزي الكرام لماذا بالماضي لم يستدع هذا اللاعب، لأنه مؤخرا راه قدم مستويات كبيرة جدا مع فريقه في درجة الشامبيونشيب. يعني ما فهمتش ازاي كرام لهذا السبب اللي ما خلاش هذا اللاعب يعني يكون حاضر معانا في قائمه المنتخب الوطني الجزائري. ممكن انه بالماضي عمل مقارنه بينه وبين كيفن غيتون، وممكن انه كيفن غيتون يعني شافه بالماضي افضل من هذا اللاعب في الفتره الحاليه، بالرغم من انه اللاعب هذا ليريس كان يقدم مستويات راقيه جدا وكان يسجل اهداف مع ناديه ستوك سيتي النشط في الدرجه الشامبيونشيب الانجليزيه. بالنسبه للاعبين الاخرين عندنا نبيل بن طالب، هو ايضا رعاك يعاني من الاصابه، فهذه حاجه باينه راح يتغيب من قائمه المنتخب الوطني الجزائري. كذلك حماد عبد اللي متغيب، اسماعيل بن ناصر متغيب بداعي الاصابه، ياسين عدلي بالنسبه للناس اللي كانت تنتظر انه ياسين عدلي يكون في قائمه المنتخب الوطني الجزائري، كان هذا من سابع المستحيلات لان اللاعب يعني لحد الساعه لم يغير جنسيته من الفرنسيه الى الجزائريه، والامور الاداريه كما قلنا سابقا في العديد من الفيديوهات السابقه ان الامور الاداريه تاخذ وقت بالرغم من انه قالب الماضي راح يمثل المنتخب الوطني الجزائري. اللاعب ايضا الاخر اللي كنا ننتظروه كمناصرين ياسين ابراهيمي غير متواجد في قائمه المنتخب الوطني الجزائري، بالماضي مازال يشوف انه هذا اللاعب يعني كاين اللاعبين الاخرين افضل منه بالرغم من تالق ياسين ابراهيمي في الاونه الاخيره، ولكن بالنسبه لي هاته فقط مباراتين وديتان، يعني حضور هذا اللاعب ما راحش يكون عنده اهميه كبيره مقارنه باللاعبين الجدد اللي لازم يتعرفوا على يعني اجواء افريقيا وكذا ذلك المنافسة أمام هذه المنتخبات الإفريقية. عندنا أيضا اللاعبين الآخرين، أدم الناس متغيب لأنه رعاك كيعاد من الإصابة، يوسف بلايلي هنا زي كلام عندنا حديث طويل جدا. يوسف بلايلي يعني رغم قدم يعني مستوى جيد في البطوله الوطنيه مع ناديه في البطوله الوطنيه اعزائي الكرام، اليوم سجل هدف ويعني راه هو الافضل من بين الافضل في البطوله الوطنيه منذ انطلاقتها اعزائي الكرام الى حد يومنا هذا، ولكن لحد الساعه بالماضي لم يقتنع بهذا اللاعب ولم يستدعه الى قائمه المنتخب الوطني الجزائري. بالماضي يريد عوده هذا اللاعب، يعني هذه حاجه اوفيسيال متاكدين منها 100%، ولكن بالماضي ينتظر الوقت المناسب لعوده هذا اللاعب ويعطيه وقت اطول في البطوله الوطنيه من اجل تقديم اداء راقي ومستوى خرافي والعوده الى مستواه المعهود بعد استدعائه بالماضي مجددا. وكما قلنا هاتين المباراتين يعني ما عندهاش اهميه كبيره جدا 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 الا فقط للاعبين الشباب الصغار اللي جاوا في الاونه الاخيره ومثل المنتخب الوطني الجزائري. هذا هو بالموضوع اعزائي الكرام، هذه القائمه يعني كما تستدعيش بعض كوادر المنتخب الوطني الجزائري غير مهم، المهم هو ان اللاعبين الجدد حسب نظرتي اعزائي الكرام، لانه هاتين مباراتين وديتان تحضيرا لكاس امم افريقيا، ماذا بينا نستدعيوا اللاعبين الشباب باه يستفادوا من هاته المباراتين. هذا يبقى رأيي الشخصي وانتم اكتبوا لنا رايكم في صندوق التعليقات. إضافة إلى بغداد بنجاح وأندي ديلور كلا هذان اللاعبان قد أفسح الطريق للاعبين الجدد، كل من محمد الأمين عمورة اللي يعني في الأونة الأخيرة بالماضي أصبح يستدعيه بانتظام، ونتكلم عن أمين غويري لاعب نادي ستاد رين الفرنسي اللي بالماضي اختاروا به يكون في قائمة المنتخب الوطني الجزائري. فهذو هما الغيابات، غيابات كثيرة أعزائي الكرام عكس اللاعبين الجدد اللي كانوا فقط لاعبان إضافة إلى اللاعبين اللي كنا شفناهم سابقا مثل المنتخب الوطني الجزائري في الفترة الأخيرة. فما هو رأيكم أنتم في صندوق التعليقات؟ أنا صراحة فهمت يعني بالماضي لماذا استبعد يعني بعض اللاعبين اللي كانوا يستدعيهم في الفترة الأخيرة بشكل منتظم، لأنه كما قلنا هاتين المباراتين مهمتين للشباب،
ماذا بينا كل من بدر الدين بوعناني، فارس الشعيبي، كذلك ريان ايت نوري، امين غويري، بشير بلومي اللي بالماضي اعطاه فرصه من اجل التالق مع المنتخب الوطني الجزائري وامتحانه على الصعيد الدولي، يشوف المستوى نتاعه مع الكرام يعني في القاره السمراء امام هذه المنتخبات، امام كل من المنتخب المصري اللي راح تكون مباراه قويه، وامام منتخب الراس الاخضر اللي راح يلعبون بطريقه دفاعيه محكمه جدا. هذه المباراة راح يستفادوا بها هؤلاء اللاعبين أكثر فأكثر، وبالماضي استدعى بعض الكوادر الآخرين يعني باه ما نفقدوش التوازن في تشكيلة المنتخب الوطني الجزائري في هذه القائمة اللي استدعاها. فأنا بالنسبة لي يعني القائمة منطقية إلى أبعد الحدود، ولكن فيها بعض التساؤلات، يعني لماذا مهدي ليريس لم يكن حاضر، لماذا ياسر العروس لم يكن حاضر، هذه كل النقاط هذه راح يتكلم عليها بالماضي في ندوته الصحفية يوم الأحد إن شاء الله، إضافة إلى اللاعبين مزدوجي الجنسية الآخرين كل من رايان شرقي، مايكل أوليز، هذه قلناها لكم سابقا أعزائي الكرام لأنه ما راحش يكونوا معنا، استحالة أن يكونوا معنا حاليا لأنه مازال عندهم الجنسية الفرنسية وما زغيروهاش من الجنسية الفرنسية إلى الجنسية الجزائرية. خبرونا رايكم اعزائي الكرام، وطبعا موعد المباراتين، عندنا المباراه الاولى امام منتخب الكاب فيرت يعني الراس الاخضر يوم 12 اكتوبر على الساعه 8 بتوقيت الجزائر في ملعب قسنطينه الشهيد حملاوي، كذلك المباراه الثانيه راح تكون خارج الديار على ملعب هزاع بن زايد هنالك في العين بالامارات يوم 16 اكتوبر على الساعه 5 بتوقيت الجزائر. فخبرونا رايكم في صندوق التعليقات، وكان هذا الفيديو اليوم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام.